طيب هنروح للخبر المفزع النهاردة المتعلق بحرق أحد المصريين في ليبيا. طبعا هذا الخبر طول الوقت بنرجع لليبيا وما يتم فيها من أحداث. المصريين اللي بيسافروا إلى ليبيا بحثا عن لقمة العيش وعن الرزق للأسف يتعرضون بين الحين والآخر نتيجة البيئة المنفلتة والانهيار الكبير الذي تواجهه ليبيا، يتعرضون لعمليات القتل. خلونا نتعرف على تفاصيل هذه الواقعة من الأستاذ محمود عصام، زوج شقيقة الضحية السيد. طيب مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء النور يا فندم. عايزين نعرف بس من حضرتك تفاصيل هذه الواقعة الخاصة بشقيق حضرتك، جوز أخته؟ أنا جوز أخته. إيه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك ان هو بيشتغل، فتح محل ده ملابس واحذيه في منطقه اسمها البيار في بني غازي، تمام؟ وبيشتغل كمان في الحوالات العمله. قاموا ثلاثه بيشتغلوا مع ليبيين استدرجوه لمكان ما في حته اسمها الرجمه وقتلوه، خبطوه بدماغه بحجر كبير، تمام؟ وخدوا منه 800,000 دينار وخدوا الجثة نقلوها كده المكان فيه زبالة وولعوا في الجثة. ده حضرتك ال 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 الواقعة دي للسرقة؟ للسرقة. طب ايه الدافع ان هم بعد ما سرقوه ياخدوا جثته ويتم حرقها؟ عشان يخفوا المعالم حضرتك. يخفوا المعالم. طب هل تم حرق الجثة تماما ام انكم استلمتوا جثمان؟ ما فيهاش ملامح حضرتك خالص. انا اتعرفت على الجثة عن طريق المفاتيح بتاعة العربية بتاعته والساعة اللي فيه. واستلمتم الجثمان؟ لكن الجثمان متفحص. هو حضرتك لسه، انت كنت بتعمل معاه في ليبيا، لسه بتعمل في ليبيا ولا رجعت مصر؟ لا احنا راجعين، احنا دلوقتي في معبر السلوم في الجثة وإن شاء الله هننتقل بها دلوقتي للمنيا إن شاء الله. دي طبعا نتيجة حالة الانفلات الشديدة اللي بتشهدها ليبيا، ليست هناك دولة بالمعنى المنظم في ليبيا، وبالتالي عمليات السطو المسلح بهذه الطريقة تتكرر بين الحين والآخر. بالظبط. هو حضرتك دلوقتي ما ينفعش إن أي مصري يبقى موجود في ليبيا أصلا على الأوضاع اللي موجودة هناك دلوقتي. يعني احنا بقالنا فترة بالنادي، يعني مصر بقالها فترة بتنادي أبنائها المصريين بالعودة إلى وطنهم، لأن بالتأكيد حياتكم، عارفين طبعا أن انتوا لما بتسافروا بيبقى ده بحثا عن مصدر للعيش أو مصدر رزق يعني. لكن حضرتك اللي زي سيد ده ما يقدرش يروح مصر في يوم وليلة، لأن كل فلوسه بره المحل، فأنا خايف عشان يقول أنا هروح مش قبل سنة يلم اللي ليه، هو ده اللي كان معطله. رحمة الله عليه. طيب هو عنده كم سنة سيد؟ 33 سنة حضرتك. هل متزوج؟ متزوج وعنده 3 أولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعمارهم قد إيه؟ 6 سنين و4 و3 سنين. اللي عندها 3 سنين دي هو ما شافهاش حضرتك. طب هل انتوا لما حدثت الواقعه تواصلتوا مع حد من السلطات الليبيه؟ تواصلتوا مع حضرتك؟ هي ما فيش اي اجراءات اتقامت، ما فيش اي اجراءات اتحركت في ليبيا غير النهارده بس، قامت الطب الشرعي شرع الجثه ونهوا كل الاجراءات النهارده بس بعد 8 ايام. احنا دلنا 8 ايام بالنادي وبالناشط كل الجهات المختصه، ما فيش حد سال فيه غير النهارده لما تواصلنا مع وزاره الخارجيه واتصلت بينا السكرتاريه بتاع وزاره الخارجيه، وهم اللي قدروا ان هم يحركوا الامور ويحركونا فورا لمصر. يعني الله يرحمه، احنا بنقدم لحضرتك العزاء ولاسرته، ويعني ما زلنا بنتمسك بيه. انا اولا بشكرك استاذ محمود عصام، واقدر طبعا ان كنتوا جايين بجثمانه في الطريق الان، يعني كان الله في عونكم، لان يعني احنا بنتكلم عن شاب 33 سنه، يعني وضع مؤسف للغاية. احنا طول الوقت بنتكلم في هذه المسألة، انا عارفة ان الصراع بيبقى قوي يعني ما بين شخص يبحث عن فرصة عمل وما بين فكرة حياته اللي ممكن يدفعها ثمن في النهاية زي ما احنا شفنا.
رحمة الله على سيد وسيد العبد، وربنا يصبر أسرته. طيب، وده برضو ما هو احنا الحاجات كلها متربطة ببعضها. الإخواننا الأشقاء في ليبيا، وأنا عارفة أن في عدد كبير جدا، لأن بيجي لي رسائل من الإخوة في ليبيا بيتابعوا البرنامج. يعني مصر مرة أخرى حريصة كل الحرص على استعادة الأمن في ليبيا وعودة مؤسسات الدولة في ليبيا. يعني أولا لأنكم في النهاية أمننا جزء من أمنكم، فكرة الحدود المشتركة بين الحدود الغربية تجعل الأمن القومي المصري هو نفسه الأمن القومي الليبي. أرجو أن يعني تتكاتف كل الأطراف في ليبيا لعودة السلام مرة أخرى ولعودة المفهوم الحقيقي للدولة، لأن الجميع يدفع ثمن كبير نتيجة ما يحدث في ليبيا.